بعثة مراقبة أممية في مهمة الحفاظ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهي البعثة التي أوصى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، والتي من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار جديد صاغته بريطانيا يطالب بنشر البعثة على وجه السرعة. وفقاً لما أوردته وكالة رويترز، فإن مشروع القرار يسمح بنشر 75 مراقباً أممياً في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل إجراءات نشر القوات المشتركة. ورغم أن مسودة القرار تدعو الدول الأعضاء لدعم تفويض بعثة المراقبة، إلا أن التوقعات بفاعلية البعثة بدت ضئيلة حتى ممن أوصى بها، فالأمين العام للأمم المتحدة وصف عمل البعثة بحسب رويترز بالوجود الخفيف لرصد تنفيذ الأطراف لاتفاقية السويد وتقييم الحقائق على الأرض. الكثير من المراقبين يشككون في فاعلية عمل البعثة، خصوصاً وأن مجلس الأمن قد صوت الشهر الماضي على إرسال فريق مراقبة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، ولم يحرز هذا الفريق نجاحاً حقيقياً في مهمته، وتبقى إمكانية نجاح البعثة الدولية فيما فشل فيه الفريق الأممي السابق مرهونة بمدى جدية المجتمع الدولي في دعم الحفاظ على عملية سياسية يقودها المبعوث مارتن، وهي عملية سياسية هشة بوصف الأمم المتحدة.